موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكر: ولقد أوحينا إلى نبينا موسى إذ تابعنا له الحجج على فرعون فأبى أن يستجيب لأمر ربه وطغى وتمادى في طغيانه. أن أسري ليلا بعبادي، يعني بعبادي من بني إسرائيل، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. يقول: فاتخذ لهم في البحر طريقا يابسا. واليبسوا واليبسوا يجمع أيبس. عن مجاهد: يبسا يابسا، لا تخاف دركا ولا تخشى، يعني لا تخاف من فرعون وجنوده أن يدركوك من ورائك، ولا تغشى غرقا من بين يديك ووحلا. عن ابن عباس: لا تخاف دركا ولا تخشى، يقول: لا تخاف من آل فرعون دركا ولا تخشى من البحر غرقا. عن قتادة يقول: لا تخاف أن يدركك فرعون من بعدك ولا تخشى الغرق أمامك. قال ابن جريج: قال أصحاب موسى: هذا فرعون قد أدركنا وهذا البحر قد غشينا، فأنزل الله لا تخاف درك أصحاب فرعون ولا تخشى من البحر وحلا أو وحلا. عن هشيم عن بعض أصحابه: لا تخاف درك ولا تخشى الوحل. واختلفت القراء في قراءة قوله: لا تخاف درك، قرأته عامة قراء الأمصار غير الأعمش وحمزة لا تخاف دركا على الاستئناف بلا، كما قال: واصطبر عليها لا نسألك رزقا فرفع. وقرأ ذلك الأعمش وحمزة: لا تخف دركا على فجزم لا تخاف على الجزاء، ورفع ولا تخشى على الاستئناف. استئناف يعني جملة جديدة، كما قال جل ثناؤه: يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، فاستأنف بثم. وأعجب القراءتين إلي أن أقرأ بها: لا تخاف على وجه الرفع، لأن ذلك أفصح اللغتين وإن كانت الأخرى جائزة. فأتبعهم فرعون بجنوده، يقول: فسرى موسى ببني إسرائيل إذ أوحينا إليه أن أسر بهم. فأتبعهم فرعون بجنوده حين قطعوا البحر، فغشي فرعون وجنوده من اليم ما غشيهم فغرقوا جميعا، وأضل فرعون قومه وما هدى. يقول جل ثناؤه: وجاوز فرعون بقومه عن سواء السبيل وأخذ بهم على غير استقامة، وذلك أنه سلك بهم طريق أهل النار بأمرهم بالكفر بالله
وتكذيب رسله. وما هدى، يقول وما سلك بهم الطريق المستقيم، وذلك أنه نهاهم عن اتباع رسول الله موسى والتصديق به فأطاعوه، فلم يهدهم بأمره إياهم بذلك، ولم يهتدوا باتباعهم إياه. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، يقول تعالى ذكره، فلما نجا موسى بقومه من البحر وغشي فرعون قومه من اليم، ما غشيهم قلنا غالبا وغشي فرعون وقومه من اليم وقومه من اليم ما غشيهم، قلنا لقوم موسى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم فرعون وما عدناكم جانب الطور الأيمن. ونزلنا عليكم المن والسلوى. وقد ذكرنا كيف كانت موعدة الله موسى وقومه جانب الطور الأيمن، وقد بينا المن والسلوى فيما مضى. جانب الطور الأيمن يعني الجانب الأيمن، إذا يعني من الوادي الذي فيه جبل الطور، إذا جعل عن يمينهم، إذا جعل الجبل عن يمينه، والمن حلوى تنزل عليهم والسلوى طائر. اختلفت القراء في قراءة قوله قد أنجيناكم، عامة قراء المدينة والبصرة يقرؤونه قد أنجيناكم، وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة قد أنجيتكم، ووعدتكم جانب الطول الأيمن، إلا قوله ونزلنا. يقول والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان باتفاق المعنى، بأيتهما قرأ القارئ ذلك فمصيب. كلوا من طيبات ما رزقناكم، يقول تعالى ذكره لهم، كلوا يا بني إسرائيل من شهيات رزقنا الذي رزقناكم وحلاله الذي طيبناه لكم، ولا تطغوا فيه، يقول ولا تعتدوا فيه، ولا يظلم فيه بعضكم بعضا. عن ابن عباس لا تضغوا فيه، يقول ولا تظلموا فيحل عليكم غضبي، يقول فينزل عليكم عقوبتي. عن قتادة فيحل عليكم غضبي، يقول فينزل عليكم غضبي. اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأت عامة قراء الحجاز والمدينة والبصرة والكوفة فيحل بكسر الحاء، ومن يحلل بكسر اللام، بمعنى يجب عليكم غضبي. وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة فيحل عليكم غضبي. يحل وجهه مع تأويل إلى ما ذكرنا من أنه يقع وينزل. قال أبو جعفر والصواب من القراءة من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل واحد منهما علماء من القراء، وقد حذر الله الذين قيل لهم هذا القول من بني إسرائيل وقوع بأسه بهم ونزوله بمعصيتهم إياه إن عصوا إنهم عصوا، وخوفهم وجوبه لهم. فسواء قرئ ذلك بالوقوع أو بالوجوب، أي المعنيين يعني فيحل أو فيحل، لأنهم كانوا قد خوفوا المعنيين كليهما. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، يقول تعالى ذكره ومن يجب عليه غضبي فينزل به، هو جمع معنيين يجب أو ينزل، فقد هوى، يقول فقد تردى فشقي. عن ابن عباس فقد هوى، يقول قد شقي،
وإني لغفار لمن تاب، يقول وإني لذو غفر لمن تاب من شركه فرجع منه إلى الإيمان، إلى الإيمان لي وآمن، يقول وأخلص لي الألوهة ولم يشرك في عبادته إياي غيري، وعمل صالحا، يقول أدى فرائضي التي افترضتها عليه واجتنب معاصي، ثم اهتدى، يقول ثم لزم ذلك فاستقام ولم يضيع شيئا منه. عن ابن عباس وإني لغفار لمن تاب من الشرك وآمن، يقول وحد الله، وعمل صالحا، يقول أدى فرائضي. عن قتادة وإني لغفار لمن تاب من ذنبه وآمن به وعمل صالحا فيما بينه وبين الله. عن الربيع وإني لغفار لمن تاب من الشرك وآمن، يقول وأخلص لله وعمل في إخلاصه. واختلفوا في معنى قوله ثم اهتدى، فقال بعضهم معناه لم يشك في إيمانه. عن ابن عباس ثم اهتدى يقول لم يشكك. وقال آخرون معنى ذلك ثم لزم الإيمان والعمل الصالح. عن قتادة ثم اهتدى يقول ثم لزم الإسلام حتى يموت عليه. وقال آخرون بل معنى ذلك ثم استقام. عن الربيع بن أنس ثم اهتدى أخذ بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بل معناه أصاب العمل. قال ابن زيد وعمل صالحا ثم اهتدى، قال أصاب العمل، يعني عمل عملا صوابا، يعني بعضهم فسروا بالإخلاص أو أخلص بمعنى آمن، واهتدى يعني اتبع. وقال آخرون معنى ذلك عرف أمر مثيبه. عن الكلبي وإني لغفار لمن تاب من الذنب وآمن من الشرك وعمل صالحا أدى ما افترضت عليه ثم اهتدى، عرف مثيبه، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. عن ثابت البناني وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال إلى ولاية أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام عجيب. قال أبو جعفر وإنما اخترنا القول الذي اخترنا في ذلك، لو قال ثم لزم ذلك فاستقام ولم يضيع منه شيئا، من أجل أن الاهتداء هو الاستقامة على هدى، ولا معنى للاستقامة عليه إلا وقد جمعه الإيمان والعمل الصالح والتوبة. وقد ثبت عليه فلا شك في اهتدائه. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. يقول تعالى ذكر وما أعجلك، وأي شيء أعجلك عن قومك يا موسى؟ فتقدمتهم وخلفتهم وراءك ولم تكن معهم. قال هم أولئي على أثري، يقول قومي على أثري يلحقون بي، وعجلت إليك ربي لترضى. يقول عجلت أنا فسبقتهم ربي كيما ترضى عني. وإنما قال الله تعالى ذكره لموسى ما أعجلك عن قومك، لأنه جل ثناؤه فيما بلغنا حين نجاه وبني إسرائيل من فرعون وقومه وقطع بهم البحر وعدهم جانب الطور الأيمن. فتعجل موسى إلى ربه وأقام هارون في بني إسرائيل يسير بهم على أثر موسى. عن ابن إسحاق قال وعد الله موسى حين أهلك فرعون وقومه ونجاه وقومه 30 ليلة ثم أتمها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة تلقاه فيها بما شاء،
فاستخلف موسى هارون في بني إسرائيل ومعه السامري يسير بهم على أثر موسى ليلحقهم به. فلما كلم الله موسى قال ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال ابن زيد لأرضيك. أسرعت وسبقتهم يعني. بالظبط، يعني هو كان الموعد عند جانب الطور الأيمن، فسيدنا موسى سبق قبلهم. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. يقول الله تعالى ذكره، قال الله لموسى فإنا يا موسى قد ابتلينا قومك من بعدك بعبادة العجل، وذلك كان فتنتهم من بعد موسى، ويعني بقول من بعدك من بعد فراقك إياهم. يقول الله تبارك وتعالى وأضلهم السامري، وكان إضلال السامري إياهم دعاءه إياهم إلى عبادة العجل. رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. يقول فانصرف موسى إلى قومه من بني إسرائيل بعد انقضاء 40 ليلة غضبان أسفا متغيظا على قومه حزينا لما أحدثوه بعده من الكفر بالله. الأسف هنا بمعنى الحزين. عن ابن عباس غضبان أسفا يقول حزينا، وقال في الزخرف فلما آسفونا أغضبونا. والأسف على وجهين، الغضب والحزن. عن السدي غضبان أسفا يقول حزينا. عن قتادة ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي حزينا على ما صنع قومه. عن مجاهد أسفا قال حزينا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ يقول ألم يعدكم ربكم أنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويعدكم جانب الطول الأيمن، وينزل عليكم المن والسلوى، فذلك وعد الله الحسن. بني إسرائيل الذي قال لهم موسى ألم يعدكموه ربكم؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ يقول أفطال عليكم العهد بي وبجميل نعم الله عندكم وأياديه لديكم، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أم أردتم أن يجب عليكم غضب من ربكم فتستحقوه بعبادتكم العجل وكفركم بالله؟ فأخلفتم موعدي. وكان إخلافهم موعدة وقوفهم على العجل وتركهم السير على أثر موسى للموعد الذي كان الله وعده، وقولهم لهارون إذ نهاهم عن عبادة العجل ودعاهم إلى السير معه في أثر موسى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.